السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصدقائي، الله يسعد لك الأوقاتكم يا رب. معكم خالد جنيد من قناتي الخاصة. اليوم نحن نكون مع الجزء الثاني من الفيديو الخاص بحزورة مقام. مثل ما قلت لكم أنا رح أشتغل لكم كل فيديو على 8 سكتشات أو 8 معزوفات أو 8 أغاني، قطع صغيرة كتير طبعا، وانتو بدكم تحزروا شو هني المقامات وتكتبوا لي بالكومنتات. اوكي، رقم واحد كذا، رقم اثنين كذا، مثلا رقم واحد بيات، رقم اثنين حجاز، رقم ثلاثة سيجا، يلي هي. اوكي شباب، بتمنى تحضروا الفيديو منيح وتبدأوا منيح. باليوم اللي حزف لكم اغاني، انا بالجزء الاول عزفت معزوفات عشوائي، هلأ باليوم بدي اعزف اغاني، بدنا نشوف ردة فعلكم انه نعزف نشتغل على الاغاني ولا على المعزوفات. وانا برايي طبعا المعزوفات العشوائيه بتقوي اكثر. اوكي، ولكن اليوم رح يكون فيديو سهل، يعني العزف مقطوعات اغاني وانتم تكتبوا لي شو هني المقامات. اوكي شباب، ويلا نبدا. إذا رح نبدأ مع رقم واحد، نمبر وان. أوكي، اوكي خلصنا من رقم واحد، بتكتبوا لي شو هو المقام اللي اشتغلت عليه، ما بيهمنا اسم الغنية. مروع رقم اثنين، نغير المقام لحتى ما نغير الطبقة لحتى. اوكي، خلصنا من رقم اثنين، ننتقل على رقم ثلاثة. خلصنا من رقم ثلاثة، ننتقل على رقم أربعة شباب. اوكي، ننتقل على رقم خمسة شباب، ناخذ غنية هيك تكون. انا عم نوع بالاغاني، اوكي، لبناني على سوري على عراقي على مصري، رح ننوع شوي لحتى الكل يعرفون. اوكي، ناخذ رقم خمسة. ترجمة
أوكي شباب، خلصنا من رقم 5، ناخذ رقم 6. اوكي شباب، خلصنا من رقم 6، ننتقل لرقم 7. شو بقي عندنا رقم 7؟ اوكي. بقي معنا آخر مقام شباب، من ناخده رقم، يكون رقم 8. أوكي. اوكي شباب، هيك بنكون خلصنا، اشتغلنا 8 مقامات، اغاني عشوائية طبعا اشتغلناهم بدون ايقاع حتى. بتمنى تكتبوا لي بالكومنتات من نمبر 1 لنمبر 8، او من 1 ل 8 عفوا، اكتبوا لي كل رقم شو المقام اللي اشتغلته. مو مشكلة الغنية، اللي بحب يكتب اسم الغنية ما في مشكلة، ولكن اكتبوا لي المقام، بدي المقام يعني باللي مشرمحي وبدون زعل، من ما تزعلوا مني يعني، اللي ضعيف في المقام انا غصب عنه بدي اخليه يتعلم المقام وكيف يميز المقام. وبتمنى كمان ترجعوا للفيديو اللي قلتلكم عليه بالجزء الاول، يلي انا كاتب فيه طريقة انه كيف نميز المقامات وندرب اذننا عليه. اوكي شباب، هذا كان كل شيء اليوم، تحياتي الحارة لكم، كان معكم خالد جنيد من قناتي الخاصة. ما تنسوا اللايك شباب، اللايك اوكي، اللي لفوق مو اللي لتحت. وهذا كان كل شيء، تحياتي الحارة لكم، والى اللقاء.